فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعمل هنا في المملكة منذ سنين طويلة وأولادي موجودون معي، ولكن لم أستطع زيارة والدي في بلدي منذ 6 أعوام، لأني إذا سافرت لن أستطيع أن أعود بأولادي مرة أخرى لمخالفتهم النظام. سؤاله: هل يلحقني إثم لعدم زيارتي لوالدي في تلك الفترة؟ إذا كنت معذورا فلا يلحقك إثم، ولكن أقنع والديك، اتصل بهما واذكر لهم العذر واعتذر منهم، سمح خواطرهما، صلهما بالمال وبما تيسر، يعني أنت معذور، أقنعهم، قل إني معذور ولا أبدأ، وأيضا أذهب ما في نفوسهما عليك من أنهم يظنون أنك تاركهم وأنك ما ترغب زيارتهم، بين لهم هذا مع الصلة بالمال. نعم.